المسلسل البراء، وحبيت نحكي على أولاد إسلام اللي عمره 5 سنين. البارح فاجأني في المسلسل هذا كيفاش اللقطة وقت اللي مات أبوه اسمه يوسف في المسلسل، وهو ياسين بن قمرة، اللي الطريقة الأولاد كيفاش عبر بها على الحزن، كيفاش أبوه توفى وكيفاش ضربته كرتوشة، طريقة تبين أنه اليوم تحب ولا تكره. سامي الفهري في الكاستينج من أحسن الناس اللي تعرف تنتدب النخبة كما هذوما الناس. احنا نحكي على سامي الفهري اللي عنده عديد الأسماء اللي نجح فيهم، نحكي على عز سليماني، نحكي على نضال السعدي، ياسين مقامرة، رانيا القابسي، مروة العقربي، هذو من الممثلين اللي اكتشفهم في الكاستينج، تكشفوا معناته في الكاستينج متاع سامي الفهري. وهذاك علاش أنا حبيت نحكي على أنك مش تكون عندك الدون أنك تعرف تعمل إخراج ولا تعرف كيفاش سيناريو تكتبه، لكن أنك تعرف تختار الأسماء اللي تجم تعطيك إضافة، وخاصة أن ولد في العمر 5 سنين ينجم يكون ممثل بالطريقة هذيك وينجم يدي الدور متاعه بامتياز. هذاك أنا حبيت نحييه بالحق على الدور متاعه وعلى الاختيار متاعه. الاختيار الكاستينج برشا أسبوع طلعت مع سامي الفهري فيهم اللي شقت الطريق متاعها ومشيت لبعيد برشا برشا برشا، بقى فيهم اللي كان ضربة حظ زادة شوية زين وشوية كذا، ولكن يحسب له أنه سامي يلوج هذا يلوج في ميمشيش للحاجات السهلة مع الاعتماد على ركيز كيما فتحي الهداوي، كيما ممثلين كونفيرمي، كيما ريم الريحي. البارح تفرجت في السين متاع ولدها كيفاش كل 30 ثانية لا دوري السين دقيقة، حاجة اكسبسيونيل، شابو با مدام، تحسك اللي هي أمك واللي تي قاعد تعارك معها وغلطت على صوتك، وبعد كيفاش شدك وتعيط عليك وتسمعك الكلام وبكل حب وبكل دموع. برافو ريم الريح اكسبسيونيل. عودة على حكاية سامي الفهري ولا كاستينج، معناها ما نعرفش كي تغزل لي أنا جيلو دون كي جبت محمود مثلا، تحس أنه عندي نفس على الأخر. ما نجحتش فيه برشا، ما قاعد يتحسن شد الثنية تو. أنا نجحت محمود ولا كي ولا نجحت محمود أنا؟ لا فاش نجحت.